مرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة من القدس دوت كوم. القيادة الفلسطينية تقرر في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف القرارات الاستيطانية التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني. دول الاتحاد الأوروبي تفشل الثلاثاء في الاتفاق على رد مشترك على خطط إسرائيل لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما يبرز الانقسامات داخل الاتحاد بشأن كيفية معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تقول في مقال افتتاحي الأربعاء إن قرارات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القصيرة النظر بتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية تجعل من المستحيل تقريبا استئناف عملية السلام، وتثير نفور دول الاتحاد الأوروبي وتهدد بسحق السلطة الفلسطينية. ناطق باسم الرئاسة المصرية يقول إن الرئيس محمد مرسي عاد إلى عمله في قصر الاتحادية الأربعاء بعد التظاهرات التي جرت في محيط القصر الثلاثاء، وكان معارضو الرئيس المصري قد ردوا على تظاهرات الشرعية والشريعة التي نظمها الإسلاميون السبت الماضي بحشدين، أحدهما في ميدان التحرير والآخر حاصر المشاركون فيه قصر الاتحادية الرئاسي بعدما وصلوا إلى أبوابه إثر انسحاب سريع للشرطة بعد اشتباكات محدودة. غادر الرئيس فورا اندلاعها القصر إلى منزله. نائب الرئيس المصري محمود مكي يعترف في لقاء مع صحيفة الأهرام المصرية نشر الأربعاء بأن الإخوان المسلمين أخطأوا في كثير من المواقف وكثير من الهتافات وكثير من التصريحات التي صدرت من بعض الرموز، وقال إن هذه التصرفات أضرت بالرئيس مرسي وزادت من حدة الموقف السياسي في البلاد. واعترف مكي بعجزه عن تحقيق اختصاصه الأصيل كنائب لرئيس الجمهورية، وهو إدارة الحوار الوطني ومحاولة إيجاد توافق بين القوى السياسية في مصر. الطائرات الحربية السورية تشن غارات الأربعاء على أطراف بلدتي المليحة وزبدين في ريف دمشق الذي يشهد منذ أسابيع حملة عسكرية واسعة واشتباكات مع المقاتلين المعارضين. وقد حلق الطيران الحربي أيضا في سماء الغوطة الشرقية، وتأتي هذه الأحداث غداة مقتل 123 شخصا جراء أعمال العنف في مناطق مختلفة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. أخيرا في هذا الموجز، منظمة الشفافية الدولية تقول الأربعاء إن مصر تراجعت في قائمة عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي، وإن انتفاضات ما يسمى الربيع العربي لم تسفر بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.